السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة دي كل شوية تنتشر، وكل شوية نلاقي نفس الكلام، وشوية يبقى فيسبوك وشوية تويتر وشوية واتساب وشوية أي تطبيق من التطبيقات، إن أنا بكتب على البروفايل بتاعي إن أنا بمنع الشركة دي إنها تاخد المعلومات بتاعتي أو إنها تشاركها وبتاع. كان ملوش أي لازمة خالص، اشمعنى إن أنت كتبت دوت إن الشركة ملزمة إنها ما تستخدمش صورك وجميع بياناتك والحاجات دي كلها. لا، كل تطبيق وكل برنامج بيبقى ليه طريقة معينة أو مكان معين بتقدر إن أنت تحمي بيه الخصوصية بتاعتك. على سبيل المثال لو رحنا مثلا للفيسبوك، هتيجي على البروفايل بتاعك وهتقول له سيتنج اند برايفسي، يبقى أنت أي تطبيق أو أي موقع حاسس إن هو بيسرق البيانات بتاعتك وبيشاركها بتدخل عن سيتنج اند برايفسي، وممكن تقول له بقى أنا عايز أشوف السيتنج أو البرايفسي بتاعي، واتعلم على ان هو ما يشاركش المعلومات دي مع اي حد. دي الطريقه الوحيده اللي تحمي بيها الخصوصيه بتاعتك. كتبت حاجه هو مش ملزم بيها، تعال بقى على البرايفسي هنا، وممكن تغير الكلام للعربي على اساس ايه يكون تقدر تبقى واثق ايه الحاجات اللي انت هتلغيها. تمام، الاكتيفيتي بتاعتك انت عايزها بابليك ولا عايزها على الخاص؟ تمام، مين اللي عايز يشوف الاشخاص والاصحاب اللي بيتابعوك؟ خليها اون مي او everyone، يعني انا ما بقولكش ايه الصح وايه الغلط، انت بتشوف انت عايز ايه. تمام، هل من حق اي حد ان هو يشوفك ولا لا؟ هل من اي حد يشوف الاصدقاء بتاعتك ولا لا؟ مين من حق ان هو يتواصل معاك؟ هل انت عايز محركات البحث تلاقي الصفحه بتاعتك ولا لا؟ لو انت الصفحه انت عامل حاجه شخصيه وتحط حاجات خاصه بالعيله، فالافضل كل الكلام دوت يكون برايفت او مع الاصدقاء بس. لو انت عامل الصفحه دي صفحه عامه ومع الناس كلها، خلاص انت ممكن بقى ايه تروح قافلها تفتحها زي ما انت عايز، يعني كل الحاجات دي اختياريه ليك انت. مين اللي ممكن يكتب على الصفحه بتاعتك؟ Who can see what other post in your... مين اللي يقدر يشوف الحاجات اللي على البروفايل بتاعك؟ براحتك، ممكن بقى تخليها ايفريوان، ممكن تخليها الاصدقاء بس، اونلي مي زي ما انت عايز. مين اللي ممكن يعمل لك تاج؟ هل الحاجات تتنشر من غير ما تشوفها ولا لا؟ يعني حد عمل لك تاج او كده تبدا تظهر ولا لازم انت تعمل لها ريفيو؟ مين اللي ممكن يعمل لك متابعه؟ ممكن تيجي هنا تمنع بعض الاشخاص او تمنع بعض التطبيقات، ودي مهم جدا لان ممكن يكون في حاجه فيها تجسس، فتبقى انت عارف ايه التطبيقات الصفحات اللي ليها دخول على صفحتك. والتطبيق اللي هو على الموبايل بيكون فيه بعض الاعدادات الاخرى، زي مثلا ان هو يفتح المايك في اي لحظة ويبدأ ان هو يسجل على اساس ان هو يفرغها ويستخدمها في ان هو يخصص الاعلانات اللي تجيلك. ان دي قوة السوشيال ميديا، ان هو بيبعت اعلان موجه لشخص معين، يعني هو عارف ان انت في القاهرة وان انت طالب وان انت عايز تتعلم مثلا فوتوشوب، فيجيب لك اعلانات فوتوشوب. تمام، عن طريق ان هو بيفتح المايك ويتجسس عليك، فلازم تقفل الحاجات ديت لو انت متضايق منها. تمام، فهي الحل الوحيد مش تكتب على الفيسبوك رسالة او كده، لا كل الكلام ده بلح، لازم تدخل وتعدل في الاعدادات. حتى الواتساب بتدخل في الاعدادات وتشوف البرايفسي ايه الحاجة اللي انت واقف عليها ومعترض عليها، وكذلك الانستجرام بتبقى فيه اعدادات كتيرة، لازم انت ايه لما تلاقي حاجة بتضايقك تدخل على الإعدادات وهتلاقي حاجة تقفلها. زي مثلا دي كانت بتضايقني إن حد عمل لايك مثلا أو كده، فتلاقي كل شوية بعتلك رسايل وأنت متعرفش أصلا نوتيفيكيشن، فدي رحت أنا نوان. في مثلا في الجروب واحد تلاقيه عمل تاج أول وان، فتلاقي يجيلك رسايل كتيرة على حاجات عامة مش مهتم أنت بيها. فمن البرايفسي بتبدأ تظبط الدنيا معاك.